تعالوا النهاردة نعمل أسهل وألذ طريقة للمكرونة بالجمبري والوايت صوص. تتعمل كده من غير ولا توم ولا بصل ولا مكونات كتير، كلها في طاسة واحدة، وهتطلع معانا كريمية طعمها تحفة وجاهزة في 10 دقايق بالظبط. هنبتدي الأول بسلق المكرونة في مية بتغلي فيها معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الملح، وعندي علبة من المكرونة تقريبا 500 جرام. أنا هستخدم مكرونة اللي هي الفيتوتشيني اللي هي الشرايط العريضة، لكن طبعا أي نوع مكرونة موجودة عندكم ينفع في الوصفة دي. وقبل ما المكرونة تتسلق نكون جهزنا باقي الحاجات. في طاسة على نار عالية فيها معلقتين كبار من الزيت، عندي 1/2 كيلو من الجمبري متنضف كويس جدا ومغسول ومتقشر، وعليه عصرة ليمونة كبيرة. هننزل بالجمبري كده في الطاسة نديله صدمة، وهنتبل بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من بودرة الثوم، ومعلقة صغيرة من بودرة البصل، وشوية من بهارات السمك. أنا عندي بهارات السمك اللي هي الأولد باي دي، لكن تقدروا تستخدموا أي بهارات سمك موجودة عندكم. ما بسيبش الجمبري كتير على النار، يعني تشويحة بسيطة كده مع التوابل، وبعد كده هشيله في طبق على جنب، يعني يدوبك بس كده ياخد من سخونية الطاسة ولونه يتغير. وفي نفس الطاسة هحط معلقة كبيرة من الزيت ومكعب حلو كده من الزبدة، لو ما فيش زبدة ممكن نستخدم سمنة عادي برضو معلقة كبيرة، وهدوب الزبدة كده. وعندي كمان مكعب من المرقة، لو عندكم المرقة الفورية اللي هي البودرة ممكن نستخدمها، لكن أنا مش عندي فهدوب مكعب المرقة بالشكل ده. خلاص الزبدة ساحت ومكعب المرقة داب، هنضيف معلقة كبيرة من الدقيق، معلقة كبيرة مليانة هرمية بالشكل ده. هسوي دقيق في السمن كده حاجة بسيطة لحد لما يختفي خالص، وبعدين هننزل عليهم ب3 كوبايات من اللبن اللي هو الحليب العادي كامل الدسم. لو عايزين 2 كوباية لبن و1 كوباية مية مفيش مشكلة، هضيف كمان 1 كوباية من الكريمة السايلة. ممكن نعمل كريمة الطبخ اللي احنا عملناها قبل كده الاقتصادية، او نستخدم اي كريمة موجودة عندنا، او ممكن قشطة عادية اللي هي وش اللبن. وهضيف كمان 2 معلقة كبار من الجبنة الكريمي، اي جبنة كريمي موجودة عندكم. بالنسبه لي كده هي ملحها مظبوط، انا هرش رشه بسيطه بس من الفلفل الاسود، وهكتفي بالملح اللي موجود في مكعب المرقه وكمان الجبنه الكريمي اللي احنا حطيناها، لكن لو انتوا حابين تزودوا الملح اكتر من كده يعني ده حاجه ترجع له. هسيب الصوص ياخد غلوه. نبص على المكرونه خلاص كده اتسلقت، هصفيها واخليها على جنب. بهدي النار هنا خالص، زي ما انتوا شايفين الصوص بدا يتقل كده وبيغلي بالشكل ده، برجع انزل الجمبري اللي احنا شلناه على جنب، وبقلب بقى كله مع بعض لحد لما كله كده يندمج والصوص ياخد من طعم الجمبري وكل التوابل اللي احنا حطيناها. وبعدين هننزل بالمكرونة اللي احنا صفيناها، وبس كده هي دي الأكلة بتاعتنا. شايفين الموضوع سهل ازاي؟ بقلب المكرونة في الصوص بالشكل ده، وبسيبها بس 2 3 دقايق مش أكتر علشان كده كله يتشرب من بعض. كإضافة أخيرة برش رشة بسيطة من الأوريجانو، وعند التقديم ممكن نحط شوية من البارميزان لو موجودة. الجبنة البارميزان المبشورة بتدي طعم رهيب للوصفة دي، لذيذة طعمها حلو جدا جدا وسهلة وبسيطة، مفيش أحلى من كده، طعمها رهيب. متأكدة إن شاء الله أنتوا لو جربتوها بالطريقة دي تعتمدوها ومش هتعملوا غيرها، لأن هي حقيقي سهلة، و10 دقايق بالظبط وكانت جاهزة.